مشاهدينا الكرام، احنا اليوم وتحديدا بهذا المكان داخل منظومة البث المباشر، ومثل ما تشاهدون هاي الصورة التي يتم نقلها للعالم اجمع، تبدأ من هذا المكان وبإشراف مباشر من قبل كوادر مركز الكفيل للإنتاج الفني والبث المباشر التابع لقسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة. ولمعرفة التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع راح نلتقي برئيس قسم الإعلام، فابقوا معنا. طبعا في كل عام يتم الاستعداد مبكرا الى الزياره المليونيه لسيدي مولاي ابي عبد الله الحسين عليه السلام من خلال الاستعداد في نهايه الزياره مباشره. لذا ونحن في هذا العام 1446 تم تدوين مجموعه من الملاحظات في العام الماضي وتم تنفيذها خلال هذه السنه لنستعد الى هذه الزياره في زياره الأربعين المباركه. الخبرات التراكمية لقسم الإعلام على مدى سنوات من الخدمة في المجال الإعلامي أوجبت علينا أن نعدد مجموعة من الشعب والمراكز التخصصية التي تقدم خدمات إعلامية متنوعة إلى المتلقي الموالي لأهل البيت عليهم السلام، منها شعبة الإعلام المطبوع، كذلك في مجال الإنتاج الفني والبث المباشر لدينا مركز الكفيل للإنتاج الفني والبث المباشر، هذا المركز الذي يعنى بتقديم الصورة الفيديوية بدون لوجو لتستفيد منها أكثر من 80 قناة فضائية، كذلك لدينا المركز الخبري الذي يعنى بتوزيع البيانات والمعلومات الخاصة بالعتبة العباسية المقدسة وما يجري في كربلاء إلى كل الموالين والمشتاقين في كل مكان عبر منصاته الخاصة، كما لدينا مركز التنسيق الإعلامي، هذا المركز الذي يعنى بتقديم تسهيلات إلى القنوات الفضائية. في العادة يتم منح باجات متعددة إلى مختلف القنوات، مثلاً في العام السابق تم منح أكثر من 700 باج إعلامي إلى مؤسسات وأفراد إعلاميين يعملون ضمن مؤسسات أو ضمن الأعمال الخاصة بهم. أعزائنا المشاهدين، يتساءل البعض ما مدى التعاون المشترك ما بين إعلام العتبة العباسية وباقي القنوات الفضائية والوكالات العالمية؟ لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال ابقوا معنا. بالتأكيد نحن نقدم خدمات كبيرة إلى المؤسسات الإعلامية التي تأتي إلى كربلاء من أجل المساهمة في نقل صورة ما يحدث في كربلاء خلال الزيارة الأربعينية المباركة، وقد تم تخصيص أكثر من مكان لاستراحة الأخوة الإعلاميين الوافدين إلى كربلاء، وتم تخصيص مجموعة من الحاسبات وإنترنت. بالتأكيد هنالك جهود كبيرة من قبل العتبة العباسية المقدسة وبالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات لاستقبال وفود إعلامية ومدونين ومؤثرين من خارج العراق للاطلاع على ما يجري في كربلاء، الذي يأتي من الخارج ويشاهد كل هذه المحبة المنتشرة في كل مكان سينقل انطباعا إيجابيا عما يجري في كربلاء. في
في قسم الإعلام نحاول التواصل مع أغلب المؤسسات والشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لكي نستطيع أن نقدم لهم هذه التسهيلات في نقل ما يجري في كربلاء. فما يجري في كربلاء مهم جدا أن يطلع عليه العالم لتغيير الصورة النمطية التي خلقها الإعلام المضلل خلال السنوات الماضية. في العادة هنالك مهام مختلفة لشعب ومراكز قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة. بعضها يبدأ من مناطق متعددة وبعيدة عن كربلاء وتبدأ من محافظة البصرة من رأس البيشة مع انطلاق الزائرين الوافدين إلى كربلاء لتوثيق هذه النشاطات. وبعض الشعب تنطلق بأوقات مقربة من زيارة الأربعينية المباركة. كل هذه الجهود نأمل أن تكتب في سجل الإمام الحسيني عليه السلام لجميع الكوادر العاملة على نقل هذه الصورة الإنسانية والدينية إلى العالم أجمع، ليسمع الشعوب صدى الصوت الحسيني المنبعث في قلوب محبي أهل البيت عليهم السلام.